كل صباح يغادر محمد منزله مثقلا بمتطلبات عديدة، يحاول جاهدا من خلال دخل زهيد بدراجته النارية توفيرها ينقل العديد من الركاب مقابل أجر زهيد لا يتجاوز 200 ريال. المئات وربما الآلاف من أبناء الحديدة غدت هذه الدراجة مصدر رزقهم، بل وصارت سمة من سمات المدينة. أنا صاحب موتور، نخرج من الصباح بدري، نخرج نطلب الله، ونلاحظ أنه الركاب والشغل مو زي أول أبدا، نفس المعاناة هي. تتسع دائرة الفقر إذ تعج المدينة بقصص المتعبين، وليس من النادر أن يتسرب الفقر إلى هذه الأزقة، فهي تعيش تحت وطأته منذ سنين. الحرب التي تشهدها البلاد لم تفعل شيئا سوى أنها تسببت بحسب محمد الزبيدي بمضاعفة المشاكل، أبرزها انعدام المشتقات النفطية، وأضافت لسائقي الدراجات عبئا إضافيا ما أثر على عائدها بشكل رئيسي بسبب ارتفاع أسعار الوقود في السوق السوداء. زاد البترول والراكب ما يقدر يديك زيادة لأن ظروفه صعبة مع غلاء الأسعار. كغيره من أبناء هذه المحافظة لا طموحات كبيرة للزبيدي، كل ما يطمح إليه فقط تأمين حياة كريمة لأسرته، فيعود كل يوم منهكا تنتظره الأسرة، يحاول جاهدا أن يدفع الحياة إلى الأمام رغم كل المعوقات. في الحديدة يعيش آلاف الناس يومهم كمحمد، لا يكترثون للقادم في ظل الحرب وصعوبة العيش التي توشك أن تصادر ما تبقى من ملامح الزمن الجميل لمحمد التي غيرتها مواجع البلاد المتلاحقة.